ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وخلونا نقف وقفة حلوة هنا كده للاستفسارات كتيرة للأمانة، وأنا حابب إن حضراتكم تعرفوا الأجوبة على الاستفسارات دي. في بلح البحر، في جندفلي، في خيار البحر، حاجات كده مسميات بنروح عند الراجل السماك أو حلقة السمك ونلاقي أسعار متفاوتة في أرقام خيالية، عشان نتكلم المصداقية يعني. نبدأ من عند أول حاجة إخواننا الإسكندرانية، عندهم العرايس وعندهم الجندفلي. الجندفلي ده أنواع، في الجندفلي اللي شكل القواقع بيبقى لطيف وجميل، ده سعره في متناول الجميع، وده بيبقى متواجد الصبح بدري بعد صلاة الفجر في أي حلقة سمك وبيخلص فورا، حلو الكلام، وبيتعمل ويتباع بالحجز. المقادير على الشاشة قدام حضراتكم. بيبقى فيه كمان العرايس اللي هي جندفلي برضو، بس بيبقى سعره في متناول الجميع ولطيف وجميل، ممكن برضو نستخدمه بنفس الاستخدام ده، اختياري برضو عشان نتكلم بس المصداقية. وفي بلح البحر ده، ده للأمانة ما هوش موجود فريش أو طازة عندنا، ده بيتجم مستورد في أكياس بلاستيكية مغلفة على أسماء المنتج أو أسماء الاستيراد، سعره غالي شوي، ولكن هو الغالي تمنه فيه، وخاصة بلح البحر ده لأنه بيبقى جواه فص حلو. الفص ده طبعا زي ما حضراتكم شايفينه كده مليان، فده حلو، وتعمل شوربة يخش مع البايلا، أخواننا الأسبانيين بيدخلوها في البايلا. البايلا دي عبارة عن قشريات مع فراخ مع لحمة، بس ممكن نعملها سمك بس مفيش أي مشكلة يعني. من الآخر بتاخد بواقي المطبخ، تاخد رز وتاخد كركم وتخش الفرن. وأنا عملتها قبل كده، حابب بس أشرح الأمور دي، فتعالوا نشوف نعمله مع بعض إزاي بطريقة سهلة وبسيطة، وأنا عايز أبدع في عمله النهاردة عشان يعجب حضراتكم وتحبوه. هناخد حبات الفلفل الحلوة دي كده، حلو، ومعانا البصل الأخضر الحلو ده كده، ومعانا شوية كزبرة مع توم وشبت. تعالوا مع بعض نشوف أخبار الجندفلي. أخبار الطاسة إيه؟ زي الفل، تمام. ده بالظبط يعني، من غير ما نتكلم ومن غير ما نخش في تفاصيل عشان نعمله في المطبخ، ده بخمس دقايق. أخد الفلفل ده كده، ولازم خلي بالك تختار هنا الحاجات اللي هتحطيها، لأن الحاجات دي هتخش مع الفص بتاعنا ده اللي هو بلح البحر. ونمسك الفلفل ده نقطعه كاريهات صغيرة، يعني مكعبات، سيبك من المصطلحات اللي بقولها دي. حلو، تقطيع دي حلو، نرجع تاني كده اهو، بصل اخضر بالشكل ده كده. عندنا الطاسة على النار بتناديني، حلو زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد ده كله مع بعضه مع شوية كزبرة أو الكرفس، مع شوية الشبت، الله عليك، مع شوية التوم الحلوين، كل ده يا عم الشيف. ونروح فين مع بعض كده؟ للنار، محدش بيروح للنار، ربنا يكفينا شر النار. شوية زيت زيتون مع قليل من الزبدة، ونسيبهم على النار وهم في النار كده، بنحط شوية زعتر، الله، مع البهارات بتاعتنا، سنة بابريكا في النار، شوية كمون حلوين، شوية فلفل اسود حلوين، الملح بتاعنا، الله، ونقلب دول كده. شفت الجو ده كده؟ ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، هننزل بهم هنا كده، واحنا مع بعض شوف الدنيا ماشيه معانا ازاي، ونقلب، الله، لغايه دلوقتي ما عملناش حاجه جديده، ده الطبيعي. التقليبه الحلوه دي كده على النار الحلوه دي كده، شفت الخلطة دي جميلة؟ اهو تمام. معانا بلح البحر، نبص عليه بصة حلوة كده، شفت بلح البحر ده وجماله؟ هو ده،
ده يعني دايما بنلاقيه على وش البايله في شوربه السي فود، طواجن السي فود. انا يهمني جوه الفص ده الحلو. في طرق كتير ان احنا ممكن نعمله على فكره. ده ممكن يتحشي تشكيله من الجمبري او السي فود ويتقفل كده ويخش الفرن، بيبقى لطيف. انا بقول لك على افكار يعني، ممكن يستوي وبعد ما يستوي يتحط فيه رز ويتقفل كده ويخش الفرن، افكار حلوه. فانا بقول لك على حاجات يعني ايه تغيري من الشكل، ولكن خلونا في الطريقه المعتاده اللي الشيف هيعملها دلوقتي. كل حاجه على النار، الخضره اخبار هنبص عليها قبل ما ننزل. شفت الحلاوه دي كده؟ الله. مش مطلوب ان الخضره هنا تستوي جامد، ننزل بيه كده. الله، لسه ما خلصتش. فاكرين هو ده الكلام الحلو بقى، شوربه المكرونه تتحكي. دي ما تترميش، دي سباكيتي مسلوقه هنا، خلي بالك عايزها انا ميه الاسباكيتي، فاكراها؟ المطاعم مش بتعمل كده، او الاحترافيه يعني ما بتكونش يعني بيقول لك ميه مكرونه، لا بيعمل ايه بقى؟ بيعمل بيون من السي فود، روس السمك مع جلد السمك مع ديل السمك مع بواقي المطبخ بصل وتوم، ويبقى عنده كده حله فيها كل حاجه، بيصفيها وياخد منها البيون. انا بستخدم هنا ميه المكرونه. زي الفل. حبيت بس انوه عشان ايه الفلاسفه. الله. طب استخدم ميه المكرونه ولا ميه من الحنفيه؟ استخدم ميه المكرونه ولا ميه من البراد؟ هو ده الكلام. شفت المدرسه؟ هو ده. اقلب كده. الله على الطعم. هتشرب شويه شوربه على طريقه المغازي. سبايسي، فيهم طعم البصل الاخضر مع الفلفله مع التومه مع شويه البهارات. خدي بقى التركايه بتاعت المغازي، عشان لما بقول حصري وحقوق الطبع لدينا وبس الكلام ده معانا. نخلي الشوربه دي تغلي على النار. حلو. وعندي بياض بيض. الله الله عليك يا مغازي. بياض بيض. هاخد الصفار، انا مش عايزه. لما بتوصلي لمرحله الابداع في المطبخ بتبدعي، وبتبدعي على حق. اصبح ان طبق الشوربه ده فيه بروتين، فيه كالسيوم، فيه معادن، فيه فوسفور، فيه يود، فيه كل حاجه حلوه ممكن نفكر فيها. بس بياض البيض ده ما ينزلش على الشوربه دي غير لما تغلي. فكرة عمل الحريرة من المطبخ المغربي أو التونسي أو الجزائري. لو ما خدتش بيضة بعد ما بتستوي الحريرة وتطلع من النار، الحريرة عبارة عن إيه؟ عبارة عن عدس وحمص ورز وخضرة من المعدوس اللي هو البقدونس يعني بيسموه، مع بصل وتوم ولحم ودجاج أو لحم بس. كل ده بيستوي على النار مع الحمص والعدس الاصفر، هنا دوره بيدي قوام للشوربه. وبتاخد معلقه من معجون الطماطم ومعلقه سكر. بعد ما بتستوي خالص بنضيف لها القرفه ونشيلها من النار وهي بتغلي. وهي بتغلي بنجي ماسكين بيضه كسرينها وحاطينها في قلبيها ونجي مقلبين، عشان كده سموها الحريره. البيضه دي تتحول جوه شوربه الحريره لخيوط حريريه. شفت انا بجيب لكم ازاي المعلومه السورس بتاع الموضوع؟ ليه سموها شوربه الحريره؟ لازم يتعامل معاها كده. البيضه تنزل على الشوربه بعد ما بتطلع من النار وهي بتغلب وتبكبك، تنزل في قلبيها تديك خيوط حراريه. نفس القصه هنا، انا مش هنزل بالبياض البيض على الجندوفلي غير لما اشوفه قدام عينيا بيغلي. طبعا مهم جدا لما بتكلم عن معلومه وعن حاجه نسميها افتكاسه، نسميها خبره طهويه، نسميها فراسه، نسميها ابداع، ده مهم جدا على فكره. انا بعمل شوربه بطعم خاص. الجندفلي او بلح البحر اللي بستخدمه دلوقتي اهتميت بيه، شايفين ازاي الجندفلايه او بلح البحر حي في قلب الشوربه. عايز اعمل شويه شوربه حلوين. دي خاليه من النشا، ما ينفعش احط هنا نشا. انا استخدمت ميه المكرونه، ميه المكرونه كده كده بيبقى لها شويه قوام لان احنا سالين فيها نشويات.
طبعا احنا بياض البيض فصلنا الصفار، اشوف مكان ما بتغلي فين الشوربة بالشكل ده كده وانزل بيها اهو. هي دي التركية يا عم الشريف. شفت الشقاوة؟ شفت الشقاوة؟ ما تقلبش، اصبر شوية. هسة هسة اهو. ونعمل ايه يا عم الشريف؟ هو كده اهو. تسلم ايدك يا شريف. الله الله، شفت الحلاوة دي؟ ده حصري. شفت قوام الشوربة؟ هتدعي لي. فيها كل حاجة، البروتين، كالسيوم، معادن، فسفور. يلا بينا نغرفها مع بعض. وشفت البياض عمل صورة حلوة ازاي في قلب الشوربة؟ يلا بينا. ألف أنا وشفاء ليشرب منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا ويلي، تسلم ايدك يا شريف. حصري، واللي بقول حصري بثقة. شوربة بلح البحر على طريقة المغازي. ألف هنا وشفا. ايه الحلاوة دي يا شريف؟ ايه الجمال ده؟ اوعى تحط نشا، تكتفي بالموضوع. الف انا وشفا. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. الخبره الطهويه تغلب على السعر، على الماتيريال اللي احنا جايبينه. لازم يكون عندك كده فراسه وحابه تعملي اكله سمك مميزه. بدانا طبعا بفطاير السمك بطريقه خاصه، شفناها ازاي. ولما بقول طريقه خاصه يعني مش سامحوني، يعني حصري بطريقة من غير ما نعجن عجينة ونقعد نفرد خالص. شفنا عملنا المكونات بتاعة العجينة ازاي. عملنا طبق مكرونة جامد جدا بالوايت صوص مع الجبنة مع الاسباجيتي اللطيفة. عملنا شوربة بلح البحر